مرة سألني الصحابي قال لي من هم المؤثرون يا شيخ؟ قلت له الشيطان. أكبر واحد مؤثر الشيطان والشياطين اللي راهم يبانوا بزاف في الإعلام. هذو هم المؤثرين اللي طلعتوهم واللي راهم ذوك في بعض البلاد الخليج. للأسف الشديد احنا تعلمنا، أنا والله ما نرد عليهم بالدين، هذو والله ما نرد عليهم بالقرآن. رد عليهم بأقوال الناس. احنا بكري يقول لك إذا جيت تدير العرس وجارك صارت عنده الموت، جيب العروسة بصح بلاد تقربيع أحشم، لا 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 جيبها سكوتي وما تخسرش. قال جاري مات، تا واحد لحية لابو لحية، هذا نهضر عليه أنا ترش عليهم أنا. هذو اللي داروا هذا المرة هذا الاحتفال وراهم شطيح ورديح، ها وجهي، سترون انتقام رب العالمين، سترون انتقام رب العالمين في أميري في سقيهم. تعرفوا واش راني نقصد؟ في اللي مد لولي الأمر الملاير وراه يقوم بدور الشيطان. أقسم بالله يا هذا الرجل غير سترون معجزة الله فيه. تحارب ربي أنت؟ تحارب ربي وتحاربنا وتحارب المؤمنين وتقطع عنا في قلوبنا وإحنا نبكو على خاوتنا ونبكو على الذراري، آلاف الذراري، وانت داير لي حفل صاخب. وبعض العلماء راهم يأصلوا في المسألة، قال لك ما يجوش الجهاد. إيه وراك يا الحاج، روح شوف الكونت اللي بعثوا لك الدولار، روح شوفها وتعمر الدولار الكونت تاعك على الفتاوى اللي راك تفتي فيهم. اتفاضحتوا واللي كان انتهى امركم، انتهى امركم. ما راكو علماء، ما راكو فقهاء، ما راكو تاع ربي، ما تعرفوا الدين. امه قاع فقتلكم، قاع الامه، قاع الامه فقتلكم. تعريتوا واللي كان باش تهضر على الحفل الصاخب اللي راه عندك. ها جيبوا في أفسق الناس تمدوا لهم في الملاير وتهضر على الرجال، انت ما تهضرش على الرجال، الرجال يهضروا عليهم، الرجال اللي كيما هما تهضرش انت. فهمتوا يا إخوة؟ هذو اللي قال فيهم ربي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، هذو علاش راك حزين عليهم؟ علاش راك حزين عليهم؟ هذو ما يسوى والو، هذو ما يشرفهمش ربي، هذو بصح ساتارة. هذاك بلاد مدفون فيها سيد الخلق، هذيك بلاد وضعت فيها أول قبلة للناس، هذيك ماشي أنا ولا أنت، ماشي شغلك. قالها جد الرسول إن للبيت رب يحميه. العب بلعب العب وسترى معجزة الله.